نوفمبر 2016 بيبر 1 فاريانت 1. والسؤال ال 18 يا جماعة، السؤال هنا حبايبي بيتكلم عن which statement about infrared radiation is correct. مين عن الانفراد راديشن؟ A black surface. طبعا يا جماعة بس عشان نبقى واضحين، infrared radiation وانت مغمض عينيك هو ده الهيت راديشن، الهيت راديشن خلاص. طيب A black surface is poor absorber of infrared، يعني البلاك سيرفيس بي بور ابزوربر اوف هيت، ولا الدال سيرفيس بيتر اميتر، ولا انت تخش لي بقى في بلاك وشايني ومش عارف ايه والكلام من ده. طب تعالى ندرسها واحده واحده. لو انا عندي يا جماعه ابيض واسود، فاتح وغامق، لامع ومطفي، وحطيت هنا ميه وهنا ميه، وهنجيب هيتر من بره، فالهيتر هيطلع لي هيت. انا بسالك سؤال، انهي ميه، مع العلم ان الميه اللي جوه دي مش سخنه، دي ميه عاديه، ميه ساقعه من الحنفيه خلاص. طيب مين الميه يا جماعه اللي هتسخن اسرع والهيتر بره؟ قالك الميه اللي جوه الكوبايه السوداء. ليه بس كده؟ قالك لان الاسود جود ابزوربر اوف هيت راديشن، الاسود جود ابزوربر اوف هيت راديشن، والابيض الابيض باد ابزوربر. زي ما انتم شايفين، طبعا احنا اتكلمنا هنا على ابزوربشن. الابيض الاسود يا جماعه ابزوربز هيت راديشن، الابيض بيرفلكت خلاص. فبنقول ان الاسود جود ابزوربر، بيمتص هيت كويس، بيمتص انفراد كويس، بينما الابيض يا جماعه بنقول عليه جود ريفلكتور، بيرفلكت. ولانه جود ريفلكتور يا جماعه فهو ما بيمتصش حاجه، باد ابزوربر. والاسود يا جماعه باد ريفليكتور. يبقى تاني يا جماعه، لو انا حطيت نفس الهيتر على نفس المسافه من كوبايه بيضه وكوبايه سوداء، كوبايه سوداء هتمتص هيت اكتر، هترفليكت هيت قليل، والابيض العكس. يبقى الاسود جود ابزوربر باد ريفليكتور، الابيض العكس. تمام. طيب فده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب ان الميه اللي في الاسود يا جماعه هتسخن. او شايفين الاول كانت عامله ازاي؟ كانت نفس درجه الحراره. لما بدانا نسخن لقينا ان درجه حراره الاسود بقت اعلى، درجه حراره الميه اللي في الاسود اعلى من درجه حراره الميه اللي في الابيض. ركزوا يا جماعه ان الميه اللي جوه ميه عاديه من الحنفيه، ميه ساقعه، هنسخنها من بره. فهنا اتكلمنا عن ابزوربشن وريفليكشن. يبقى لو حضرتك هتاخد الهيت من بره تتكلم على ابزوربر وريفليكتور. هو في حاله تانية؟ افرض ان الكوبايه نفسها، ان الميه نفسها سخنه. خد بالك المثال اللي فات الميه كانت ساقعه وبتاخد الهيت من بره. افرض ان الميه نفسها سخنه زي كوبايه الشاي دي يا جماعة، في شوية شاي محطوطين في فنجان أبيض وشوية شاي محطوطين في فنجان أسود، مين حبايبي اللي هيسقع أسرع؟ خدوا بالكوا السؤال المثال اللي فات احنا قلنا مين هيبرد أسرع. تمام. عفوا أنا آسف يا جماعة، السؤال اللي فات قلنا مين هيسخن أسرع، احنا نسأل هنا ايه؟ مين هيبرد أسرع. تمام. بصوا بقى يا جماعة، لما تكون الميه نفسها سخنه وهتفقد هيت يا جماعه، بنتكلم عن حاجه اسمها emission. يبقى الميه المثال اللي فات هنا، الميه ساقعه وهتاخد هيت من بره، تتكلم لي عن absorption reflection، الهيتر بره. خد بالك الميه لسه هتسخن، فاحنا هنشوف والله هي هتابزورب ولا هترفلكت. انما افرض الميه نفسها اللي سخنه وهتطلع الهيت اللي عندها، لا هنا تتكلم عن حاجه اسمها emission. طب سؤال يا جماعه، مين الشاي اللي هيسقع الاول؟ مين اللي الشاي اللي هيفقد هيت الاول؟ قال لك برضه الاسود. ايه ده؟ يعني الاسود سخن بسرعه؟ ولو هو سخن يبرد بسرعه. يبقى الاسود لو ساقع هيسخن بسرعه. ليه؟ لانه جود ابزوربر باد ريفليكتور. طب افرض الاسود هو بقى اللي سخن، قال لك برضه هيبرد بسرعه. ليه؟ لانه جود اميتر، او بنقول جود رادييتور. تمام. يبقى تاني يا جماعه هتاخد الهيت من بره تتكلم على ايه؟ ابزوربشن وريفليكشن. انت ساقع لابس تيشيرت ابيض،
او ساقع وجسمك ساقع ولابس تيشيرت اسود، فانت هتاخد الهيت من بره. فانت تكلمني عن ايه؟ ابزوربشن وريفليكشن. طب انت بقى اللي سخن وهتطلع الهيت اللي عندك؟ لا، تكلمني عن حاجه اسمها اميشن. وبنقول بص يا جماعه بقى من الاخر، الاسود زي ما كان جود ابزوربر فهو برضو جود اميتر. شايفين يا جماعه بيطلع الهيت اللي عنده ازاي؟ اذا يا جماعه مين الكوبايه اللي هتسقع اسرع؟ الاسود برضو يا جماعه، الاسود برضو. يبقى الاسود جود ابزوربر وكمان جود اميتر، تمام؟ يسخن بسرعه وكمان يبرد بسرعه، يكتسب الهيت بسرعه وكمان يفقد الهيت بسرعه. ده بالنسبه للاسود او الحاجات الغوامق عموما. لو قلبت يا جماعه هتلاقي ان اكتر اجابه متوافقه مع الواقع ادل سيرفيس. ادل يعني مش شايني، تمام؟ ممكن تعتبره مثلا غامق مطفي. is a better emitter of infrared radiation than a shine. طب نمسكه واحده، هل البلاك سيرفيس يا جماعه بور ابزوربر؟ اخصى عليك، اوعى تقول لي كده. هل الشايني سيرفيس بيتر ابزوربر؟ يا راجل احنا الشايني سيرفيس بنقول ايه؟ يعني شايني سيرفيس يا جماعه لامع، تمام؟ هل الشايني سيرفيس اللامع تمام بيتر ابزوربر؟ لا، ده ريفليكتور. الوايت سيرفيس بور ريفليكتور؟ يا راجل هو في زي الوايت في الريفليكشن يا جماعه؟ فهتلاقي الاجابه الدال سيرفيس بيتر اميتر. يا جماعه الدال والبلاك مشيهم حاجه واحده، والشايني والوايت مشيهم حاجه واحده، مع ان يا جماعه اوقات ممكن يقول لك دال وايت وشايني بلاك، بس ايه يعني الدال والبلاك مشيهم كده ايه نفس البروبرتيز، والشايني والوايت نفس الايه نفس البروبرتيز. دي اجابه هذا السؤال.